وانا يشرفني. وانتوا عايز اقول لكم ابقوا بصوا على الحاجات ديت لو كان عندكم وقت، يعني هتجدوا طاقه جميله جدا جدا، رحمات ربنا بقى مع الناس اللي هم الافاضل دول. فطمنوا بفضل الله سبحانه وتعالى، احنا مقام سيطرين على الامور، اللهم امين يا رب، الامور ماشيه. ولازم زي كل حاجه ما بتحصل في دنيا ربنا، في دنيا ربنا كل حاجه ليها بدايه وتنتهي، اي ازمه بفضل الله بتعدي. وانا في يعني كنت منتبه قوي في مسيره عمري على الازمات اللي عدت علينا في مصر، وشفتها انها كانت ساعات بعضها اقول معقول الحاجات دي هتخلص، وخلصت. فاللي احنا فيه ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم مع بعض، يعني هنعدي من كل الازمات اللي موجوده وحالنا بقى احسن. انا اتصور ان انتم لو تشوفوا، انا بتكلم هنا عن الناس الكبار شويه اللي هم شافوا الريف زمان شكله كان عامل ازاي، هقول كلمه بس محدش يزعل، يعني مش كان الناس زمان بتاكل الذره الصفراء، ولا انا نسيت ولا ايه؟ ها، مش كانت الذره الصفراء اللي تتاكل تتعمل، ها، والشعير وكده، مش كده؟ وكانت يعني طبعا مع الوضع في الاعتبار ان يعني الريف كان شكله جميل لان كان عدده مش ضاغط يعني، لكن دلوقتي الدنيا اتغيرت خالص، وده امر احنا نحبه ونجري عليه اكتر من كده. هو النهارده لسه كنت بقول برضو لاخواننا المزارعين، بقول له النهارده الترعه اللي اتبطنت ديت هتعود على مين؟ علينا كلنا، لانها لما تعود عليك عادت عليا، بلا ما انت سعيد انا مبسوط، مفيش كلام. والا يبقى انا مش منكم، لو فرحتكم ما تفرحنيش يبقى انا مش منكم، ولو زعلكم ما يضايقنيش يبقى انا برضو. ما احنا موجودين ليه؟ وبعدين في النهايه بقى ربنا يخليك، ربنا يخليك.